أهلا وسهلا بكم. في هذا الدرس السريع سنرى كيفية التعامل مع الخطوط العربية أو اللغة العربية في متصفح مدوري المتصفح الافتراضي لتوزيعات إليمنتري، حيث نلاحظ أنه بها مشكل على بعض المواقع كموقع المجمع مثلا. حين ندخل له نلاحظ أن المحتوى العربي يظهر بخطوط متفرقة، ليس جميع المحتوى ولكن أغلبه، مثلا هنا في خانة البحث فبحث مخصص تظهر بحروف جديدة ليست مقطعة، والسبب هو أننا في المجمع نعتمد على خاصية تسمى بفونت فايلز. هذه الخاصية يمكن أن تكون معروفة لمن يطور الويب، حيث أنها تمكننا من إظهار المحتوى بالخط الذي نختاره حتى إن كان ذاك الخط غير متوفر على جهاز الزائر، حيث أن الخط يكون محفوظ على سيرفر المجمع وليس على جهاز الزائر. هذه الخاصية، خاصية فونت فايلز، لا زال لمتصفح ميدوري مشكلة بها بالنسبة للغات التي تكتب من اليمين إلى اليسار ومن بينها اللغة العربية. المشكل تم الإبلاغ عنه كعلة وتم أيضا حله في حزمة ويب كيت جي تي كي 2.0.2. هذه الحزمة هي المسؤولة عن إظهار الخطوط في المتصفح، لكن في توزيعات إليمنتري أو إس لونا لا زال ميدوري يعتمد على الإصدار 1.8.3 من هذه الحزمة. لم يتم التحديث إلى الحزمة 2.0.2 بعد، وبالتالي لم يتم حل المشكل بعد. إذن يجب أن نتعامل مع المشكل يدويا، وسنقوم بذلك الآن. الطريقة سهلة جدا، لذلك وضحت سبب المشكل في الأول. إذن هنا ندخل إلى هذه القائمة، منها إلى التفضيلات، ومنها سننتقل إلى تبويب الخطوط، ونقوم بتفعيل هذا الخيار دائما استخدام الخطوط التي حددت. حين نقوم بتفعيل هذا الخيار فنحن نقول للمتصفح استخدم هذه الخطوط أو هذين الخطين لعرض المحتوى بدل الخط الذي أو الخطوط التي استخدمها أو اختارها مصمم الموقع. إن سأقوم فقط بتفعيل هذا الخيار، ونلاحظ الآن أنه تم إظهار المحتوى العربي بخطوط غير متقطعة. من هنا يمكنني أن أغير الخط وحجم الخط. بعض الخطوط العربية أيضا بها نفس المشكلة كخط كاست 1، إذا يجب اختيار خط آخر. لكن حين تختار الخط هنا يجب أن تتأكد هل المحتوى على المواقع الأخرى والمواقع باللغة إنجليزية أو فرنسية أي بحروف غير عربية تظهر أيضا بشكل جيد. إذن كما قلت درس سريع، رأينا فيه كيفية حل مشكل الخطوط العربية أو اللغة العربية في متصفح ميدوري المتصفح الافتراضي لتوزيعات إليمنتري أو إس لونا. نلتقي في درس قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.